أنا اليوم ما عندناش ديكار اللي مثلوا الجزائر ولا يمثلوا الرايه الجزائريه في المحافل الدوليه. علاش؟ هذا من المستوى تاع الرؤساء الاتحاديه. انا اليوم رئيس اتحاديه ما يجيش يخدم مصلحه الرياضه، راه يجي اليوم يخدم مصلحه شخصيه. كشفت مؤخرا من 2016 ل 2023 تبدلوا بالك 10 رؤساء اتحاديه. علاش الشيء هذا؟ انا اليوم الناس ما راهاش تجي تخدم، ما كانش اليوم يجوا يخدموا من اجل الرياضه. هذا الشيء اللي لازم اليوم نوضحوا النقاط هذه. انا اليوم الناس كون راهي تجي تخدم من اجل الرياضه والله ما يصير المشاكل هذا. لك شو مؤخرا كان رئيس الاتحاد الدولي استضافه في الجزائر، لما اليوم تستضيف رئيس الاتحاد الدولي انت راك كرئيس اتحادية لازم اليوم تكبر بالابطال تاعك. انت عرض رئيس اتحاد دولي ما كبرش بالابطال، ما كبرتش بابطال العالم، كيفاش اليوم راح يقيمك هذا رئيس اتحاد دولي؟ كيفاش راح يقيمك هذا؟ ان شاء الله هذا الشيء اللي خلانا اليوم الملاكمة الجزائرية تحقر في العالم. انا اليوم مؤخرا بقشيت البطولة الوطنية باش عاود احتفظت على اللقب تاعي. لما استدعوني المنتخب الوطني قلت لهم ما نخدمش. علاش؟ قلت لهم ما نجيش نخدم مع النكست، ما نجيش نخدم معاه، لان مع هذا المدرب انا ما فونسيتش معاه وليت اللور. انا اليوم باش نجي نبروكولي مع المنتخب الوطني ماذا بيا نقعد مع ولادي، ربي ولادي في الدار وريح. علاش نجي نباتاني؟ انسان ما نجيش نافونسي. لازم اليوم احنا اليوم يمدوا قيمه للملاكمين. عندي ميداليات، زوج ميداليات في بطولات العالم. اليوم كيما انا كيما واحد جديد؟ نو. هذا الشيء اللي خلى اليوم ما حبوش يمدوا القيمه للملاكمه. الملاكمين الابطال ما حبوش يعطيوهم القيمه تاعهم، ما حبوش يدعموهم دعم معنوي، ماشي نقولوا الدعم المادي، الدعم المعنوي. اليوم يمدوا لهم الكفاءه، لما الكفاءه هي اللي هتخليك توصل للمستوى.